كده. ايوه ده الدكتور مجدي قال لي مش اقل من 30 40 واحد في اليوم، ده كده هيعمل لي مشكله. لا ده كمان يا دكتور، ما الناس بتيجي برضه يعني. ايه مفيش ثقه فيا يعني ولا لا ازاي؟ ما كانش واثق في حضرتك، ما كانش جاهز. طب اللي عليه الدور يجي. ماشي يا دكتور. ما تعطلنيش عشان انا مستعجل. اتفضل يا استاذ احمد. ماشي الدكتور مجدي. هو سافر في مؤتمر لمده اسبوع وكده فجاي الدكتور. طب كويس يعني؟ كويس جدا، ما كانش كويس ما كانش جاي. طب حضرتك احنا متعودين على الدكتور مجدي. هو برضه كويس ودخل كويس جدا في الشغل وكل حاجه يعني. ما تقلقش. واحد يجيب واحد. اقعد على الكرسي. حاضر. كويس. اقعد. اقعد. تمام. لو تعبان على اخر يومين في البطرون. مين اللي عليه الدور؟ الراجل ده. مين؟ الراجل ده جاي من نص ساعة بس. مش انت اللي عليك الدور؟ لا انا جاي من نص ساعة. يعني جاي الساعة كام؟ انا جاي الساعة 10. كم؟ الساعة 10. طب ما تخش تكشف. لا انا جاي مع صاحبي. ايه؟ جاي مع صاحبي. يعني انت جاي معاه مش جاي تخلع ترسه؟ جاي مع صاحبي. انت تعرفه؟ انا اول مره اشوفه. جاي مع صاحبي. صاحبك مين؟ انا جاي مع صاحبي. انت تعرفه؟ انا اعرفه يا دكتور، اول مره اشوفه. ايه ده؟ انت تعرفه؟ تعرفه؟ لا معرفوش. ولا واحد منهم صاحبك جاي مع مين؟ انا جيت وغيرت رايي. انا الضرس خف خلاص. خف من ايه؟ الضرس خف. كنت بتحس بايه وانت بتشرب ميه ساقعه؟ كان بيوجعني. بتحس بألم؟ كان بيوجعني. يبقى نازل لغايه العصب. خف خف خلاص. الضرس خف. ليه؟ الضرس خف. ايه اللي خففه؟ انا مش جاي، انا كنت جاي مع صاحبي. يعني انا فاكر العياده دي عوالطه. درس خف. ناس تيجي تقول لي درس خف. درس خف. مش انا اللي درس خف. درس خف. خلاص. درس خف. خلاص. لا انا مش هكشف. مش هتجيبني نادي. مش هتجيبني نادي. خلاص. خلاص.